السلام عليكم طلابنا الأعزاء. اليوم راح نأخذ الجزء الثاني من Chapter 5 Specific Gravity, Density and Specific Volume. حضرتنا يوم تبتدأ موضوع Displacement أو Plummet Method هي الأجسام المغمورة. هنا إحنا راح نقدر نحسب Specific Gravity لمحلول ما اعتمادا على قانون أو قاعدة الأجسام المغمورة واعتمادا على قاعدة أرخميدس. المبدأ الأساسي اللي تعتمد عليه قاعدة أرخميدس هو The body immersed in a liquid displaces an amount of the liquid equal to its own volume and suffer an apparent loss in weight equal to the weight of the displaced liquid. بمعنى كل جسم راح ينغمر في محلول ما راح يزيح جزء من هذا المحلول مكافئ لحجم الجسم المغمور, وفي نفس الوقت هذا الجسم المغمور راح يعاني من فقدان بالوزن مكافئ لوزن السائل المزاح, وهذه القاعدة احنا ماخذيها يعني في المرحلة الإعدادية ونعرفها. فبالتالي راح ناخذ مثال على هذه القاعدة حتى نعرف شلون نتصرف فيها. Example: A glass plummet weight 12.64 gram in air, 8.57 gram when immersed in a water, and 9.12 gram when immersed in an oil. Calculate the specific gravity of the oil. الخطوة الأولى راح نسويها راح نطرح وزن هذا الجسم المغمور أو الجلاس بلامت, نطرح وزنه وهو في الهواء ناقصا وزنه في الأويل, وحنطلع وزن الأويل المزاح, بعدين راح نقص وزنه في الهواء ناقصا وزنه مغمور بالووتر, راح نطلع وزن الووتر المزاح, بعدين راح نجي نطبق قانون السبيسيفيك جرافيتي وزن الليكويد اللي احنا نريده على وزن الاكوفيلنت فوليوم اوف ووتر اللي احنا طلعناه هنايا, وبالتالي راح تطلع لنا النتيجة النهائية هي الـspecific gravity. استخدامات الـspecific gravity في حساب الوزن والأحجام. هنا أكو نقطة أساسية لازم ننتبه عليها. When specific gravity is used as a factor in a calculation, the result should contain no more significant figure than the number in the factor. بالتالي أنا راح أستخدم الـspecific gravity لحساب الأوزان أو الأحجام السوائل المعينة. فبالتالي احنا نذكر محاضراتنا السابقة قلنا significant figure, فبالتالي ايش كم significant figure موجود في specific gravity هو نفسه راح نستخدمه في الناتج النهائي. بمعنى اذا كان عندي محلول معين specific gravity مالته هو 1.25, فبالتالي هنا عندي 3 significant figure, اذا الناتج النهائي لازم يحتوي اكثر من 3 significant figure. تمام, نشوف اذا عندنا 50 مل من ليكويد معين والسبيسيفيك جرافيتي مالته 1.2, بمعنى انه هذا المحلول هو 1.2 اثقل وزنا من الماء. فبالتالي اذا كان 50 مل من الووتر وزنه هو 50 غرام, اذا هذا المحلول الاخر اللي هو السبيسيفيك جرافيتي مالته 1.2 راح يكون وزنه عباره عن 60 غرام. هسه نجي للقانون الرئيسي اللي احنا نستخدمه بالحسابات. القانون يقول الجرام يساوي المليلتر في الاسبيسيفيك جرافيتي. بديهيا انه ما اقدر اضرب حجم في الاسبيسيفيك جرافيتي اللي هو ما يحتوي على اي وحدة قياس وبعدين يطلع لي الناتج النهائي بالغرام, لكن هذا معناه انه الجرام مال هذا الليكويد اللي انا اريد احسبه هو حيكافي لي الجرام اوف ايكوال فوليوم اوف ووتر, بمعنى انه راح اخذ حجم الماء وراح احوله الى وزن على اعتبار انه الاسبيسيفيك جرافيتي مالته واحد, وبعدين اضربه بالسبيسيفيك جرافيتي مال المحلول اللي انا اريد اطلع وزنه, وبالتالي راح احصل الناتج النهائي بايش, حيكون ناتج بالغرام. ناخذ مثال حتى نشوف هذا الكلام صحيح او خاطئ. المثال example: what is the weight in gram of 3620 ml of alcohol with a specific gravity of 0.820. بداية راح نقول 3600 مل من الووتر حيكون وزنه ايش قد؟ 3620 غرام. اذا نحسب بمجرد تطبيق مباشر وزن الماء في specific gravity مال المحلول, وبالتالي حصلت وزن الكحول. مثال اخر: what is the weight in gram of 2 fluid ounces of a liquid having a specific gravity of 1.118.
هنا إذا نشوف عند وحدة القياس هي اللي بالنظام القديم هي بالفلويد أونس. فأول خطوة أسويها إنه لازم أحولها وين؟ أحولها للمتريك سيستم. راح نقول 2 فلويد أونس هو عبارة عن 2 × 29.57 مل، وطلعت الحجم النهائي واللي طلع لي 59.14 مل. الخطوة الثانية راح نقول 59.14 مل من الووتر وزن 59.14 جرام. هنا مجرد راح أضرب هذا الوزن اللي طلعته في السبيسيفيك جرافيتي مال المحلول اللي عندي، وبالتالي راح احصل نفس الناتج النهائي اللي هو 66.12 جرام وزن هذه الماده اللي انا عندي السبيسيفيك جرافيتي مالتها معلومه. اذا بهالحاله ايش ما راح تجيني اسئله وايش قد ما راح تتنوع المنطوق والكتابات؟ ما عندي غير خطوتين اساسيات، اطلع الحجم بالمتريك سيستم، بعدين احوله الى وزن للووتر، بعدين اجي اضربه بيش بالسبيسيفيك جرافيتي مال الماده اللي انا منطنيها بالسؤال وتحصل على ناتج. اذا هو مجرد 3 خطوات وتطبيق مباشر، ما بي اي تعب ولا بي اي صعوبه. اما اذا جيت احسب الحجم فبالتالي راح يكون الناتج او حيكون القانون كالتالي: المليلتر يساوي لنا الجرام على السبيسيفيك جرافيتي. وات از ذا فوليوم ان مليلتر اوف 492 جرام اوف نيتريك اسيد وذ ا سبيسيفيك جرافيتي اوف 1.4. راح اقول هاي 492 جرام من الووتر تكافئ لي 492 مل. 492 اقسمها على السبيسيفيك جرافيتي مال نيتريك اسيد اللي هي 1.4، وبالتالي راح احصل الناتج النهائي اللي راح يطلع لي 315 مل. ونفس الكلام بقيه الامثله، لكن فقط انتبه انه تحويل الاوزان او الاحجام من الوحدات القديمه الى المتريك سيستم حتى يكون الشغل عندي واضح وبسيط. نشوف example: what is the cost of 1000 ml of glycerine the specific gravity مالته 1.25 bought at اشتريناه بمقدار 54.25 دولار لكل باوند. هنا نفس الكلام اقول 1000 ml of water حيكون وزنه شقد؟ 1000 غرام. راح اجي اقول وزن ال1000 مل من الجليسرين هو عباره عن ال1000 جرام في السبيسيفيك جرافيتي مالته 1.25، راح يطلع لي 1250 جرام. زين، احنا نقول كل اشترينا الباوند ب 54.25 دولار، الباوند هو عباره عن 454 جرام، فانا حيصير عندي نسبه وتناسب. نقول اذا كانت ال 454 جرام سعرها 54.25 دولار، اذا ال 1250 جرام جد سعرها راح يكون اكس وسطين في طرفين، راح يطلع لي الناتج النهائي 149.37 سنت. ونفس الكلام المثال اللي بعده. هسه نجي استخدامات او السبيشال كونسيدريشن او سبيسيفيك جرافيتي. هنا طريقه استخدام السبيسيفيك جرافيتي بفارماسيوتيكال ابلكيشن. هذا الكلام كل الموجود قدامنا احنا نحتاج من عنده فقط كم نقطة نعرفها. اولا راح نستخدم هذه الخطوة او هذا هذه القيمة هي السبيسيفيك جرافيتي، نستخدمها بشغلات معينة. اولا انه تحويل الاحجام الى اوزان او بالعكس، وايضا نستخدمها في حساب التوتال بارنتال نوتريشن. اذا بالتالي اللي صار عندنا حصل عندنا هي عباره عن 3 أو 4 نقاط. اولا استخداماته في تحويل الاوزان الى احجام المواد اللي استخدمها بالتحضيرات الصيدلانيه، او استخدمها لتحويل الاحجام الى اوزان في المستحضر المواد اللي استخدمها بالمستحضرات الصيدلانيه. كذلك نستخدمها في حساب الاكوفالنت سترينث اوف بريبريشن، فراح ناخذها بالشابتر القادم ان شاء الله. وكذلك النقطه الرابعه والاخيره نستخدمها في حساب التوتال بارنترال نوتريشن. هذه هي الاربع نقاط، هي الفارماسيوتيكال ابلكيشن للسبيسيفيك جرافيتي. عدا هاي الاربع نقاط ما نحتاج من عندكم اي كلام. اما الكلينيكال ابلكيشن، هنا راح نستخدم السبيسيفيك جرافيتي في اليورين اناليسيس، تحليل الادرار اللي نستخدمه بالتحليلات المرضيه. طبعا احنا معطينا الرينج الطبيعي اللي هو 1.010 الى 1.25، هذا هو الرينج الطبيعي. فبالتالي النتيجه راح تطلع لنا يا حتكون يا اما
أعلى من المستوى الطبيعي أو أقل. إذا كانت أعلى من المستوى الطبيعي فهذا سببها شنو؟ سببها أنه اليورين concentrated، وأنا محدد لكم إياه باللون الأسود. A higher than normal specific gravity indicates the urine is concentrated. وهذا بسبب شنو؟ Excess waste product أو electrolyte بالurine أو the presence of glucose in urine أو the presence of protein in urine. Excessive water loss, decrease the fluid intake and other factor. هاي هنا ينتهي الأسباب مال تكون specific gravity أعلى من المستوى الطبيعي. أما إذا كانت أقل فمعناه أنه اليورين ديليوتد، وسببه أنه أما الدايابيتس إنسيبيدس، الرينال ديزيز، إنكريز الفلود إنتيك، إنترافينوس هيدريشن أند أذر فاكتر. هذا أيضا هنا الجزئين اللي مهمات من الكلينيكال أبليكيشن لسبيسيفيك جرافيتي، وهذا اللي نحفظهن لأنه مهمات لربما تجينا بالامتحان. هنا عندنا كيس إن بوينت، وهاي الكيس إن بوينت نحن نحاول نحلها، وإذا ما قدرنا نحلها فأنا راح أحلكم إياها وأعطيكم الناتج مالته، لكن مجرد ما نقراها يفيد شيء جدا بسيط وتطبيق مباشر، ومثل هاي الأمثلة اللي راح تجينا أيضا بالامتحان تكون تطبيق مباشر. الموضوع الآخر اللي عندنا هو عبارة عن specific volume. أول شيء لازم نعرف شنو تعريف specific volume. طبعا هو أيضا ratio، هي نسبة، وحيكون expression عنها على طريق على شكل decimal expression على شكل أجزاء عشرية. هي عبارة عن the volume of a substance to the volume of an equal weight of another substance taken as a standard. إذا هنا الكلام واضح، هي حجم المادة على حجم مادة أخرى لكن عندها نفس الوزن وأخذناها على شكل standard، وهنا standard راح يكون هو الووتر. وبالتالي أنا انتبه على التعريف مال the specific volume، راح أفهم أنه هي عبارة عن هي المعاكس المن للسبيسيفيك جرافيتي، بمعنى هي واحد على السبيسيفيك جرافيتي. فبالتالي اذا ضربت السبيسيفيك فوليوم في السبيسيفيك جرافيتي حيكون الناتج مالتي واحد، لانها عباره عن واحد على السبيسيفيك جرافيتي. نشوف المثال او المعطى عندنا بالمحاضرة. الفوليوم of 25 جرام of glycerin على الفوليوم of 25 جرام of water هو عبارة عن 20 مل على 25 مل، راح يكون specific volume مالته 0.8. ناخذ مثال عليها. Calculate the specific volume of a syrup، الحجم مالته 91 مل وحيكون وزنه 107.16. حنقول 107.16 من الووتر هو حيكون حجمه ايش قد؟ 107.16 مل. ليش؟ لان احنا قلنا السبيسيفيك جرافيتي للووتر هو واحد، وبالتالي الوزن حيكون مكافئ عندنا للحجم. هنا السبيسيفيك فوليوم اوف سيرب هو عباره عن 91 مل على ال 107.16 مل للووتر، حيكون 0.849. ونفس الحالة إذا قلت لك أحسب لي specific gravity لهذا المحلول، راح تقول هو عبارة عن 1 على 0.849. What is the specific volume of phosphoric acid having a specific gravity of 1.71؟ هذا مثال آخر، حنقول هو عبارة عن 1 على 1.71 وبالتالي حطلع لي الناتج. ونفس الكلام إذا أعطيتك specific volume قلت لك specific gravity هو عبارة عن 1 على السبيسيفيك فوليوم. لكن النقطة الأساسية نحطها ببالنا أنه أني إذا ضربت السبيسيفيك فوليوم في السبيسيفيك جرافيتي لازم ناتج النهائي مالتي يكون واحد. إذن هي طريقة للتأكد أنه كلامي أو جوابي صحيح أو خاطئ.